تقترح روسيا تغيير قواعد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث تداول أعضاء المجلس التنفيذي في المنظمة مسودة قرار روسي إيراني يسعى لتغيير الإجراءات بشأن كيفية عمل مفتشي المنظمة وكيفية تبادل النتائج التي يتوصلون إليها. ويناقش المجلس التنفيذي للمنظمة الاقتراح، لكن لا توجد فرصة كبيرة ليحصل على الدعم الكافي لإقراره. يأتي ذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع تحرك ضد سوريا.